هذه المعطيات اللي كنت الآن نتحدث فيها، اللي هي الظلم، اللي هي العنصرية، واللي هي الكيل بمكيالين. لأنه لو كان الأمر يتعلق بالحرية، أنت من حقك على جال باش تسخر، إذن من حق الآخرين أيضا هما أنه يسخروا. فلو كان الأمر قال مثلا في فرنسا، لو كان مثلا سمحوا لهذا ديودوني ومن معه على جال باش هما أيضا يسخروا، لأنه هما أيضا راهم يستعملون الفكاهة ويستعملون هذا المسرح أيضا من أجل معالجة القضية بقالب واحد آخر. إذا كان الأمر تقولوا من أنه هذا ديودوني هو راه ينشر في الحقد، فماذا يفعل هؤلاء؟ هذو اللي هما مش فقط يسخروا من مسلم، وإنما يسخروا من مليار وكذا مسلم. إذا كان هذا الأمر هو يتعلق بالحرية، فالحرية للجميع. وإذا كان هذا الناس اللي راكم تقولوا أنتم عليهم إرهابيين، قتلوا 12، كيفاش نسميوا هذا الناس اللي راهم يقتلوا في الأطفال وفي الشيوخ وفي العجزة في سوريا بالطائرات وبالصواريخ؟ وكيفاش نسميوا هذا الناس اللي راهم يقتلوا في أفغانستان، وراهم يقتلوا في ليبيا، وراهم يقتلوا في مصر، وراهم يقتلوا في الجزائر، وراهم يقتلوا في غزة، وراهم يقتلوا في كل مكان؟ كيفاش نسميهم؟ هذاك إرهاب نتاع 12 نسميوه إرهاب، واللي قتل 1000، واللي قتل الأطفال، واللي دمر المساجد، واللي دمر المعابد، واللي دمر المدارس، واللي دمر الوزنوات، كيفاش نسميوه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذا كانت العدالة للجميع فمرحبا بها، إذا كانت الحرية للجميع فمرحبا بها. ونوصلوا إن شاء الله إذا كانت إرادات صادقة، إذا كانوا الناس فعلا يريدون الحرية ويريدون العدالة. كاين فيه ناس علماء، فيه ناس مفكرين، وفيه ناس مثقفين، وأعملوا ليعمل المثقفون مع بعضهم وليعمل العلماء مع بعضهم، ونوصلوا فيما بعد إلى أرضية مشتركة في العالم كامل تصوغها هذه النخب، ونوصلوا إلى ميثاق وإن أنه تكون هناك خطوط حمراء للجميع، وفي ذلك الوقت يهنأ الجميع بالعيش بسلام، وتتوقفوا على التدخل في هذه الدول. ما الذي يعمل الأمريكان والفرنسيس وغيرهم في أفغانستان؟ إذا كان الأمر يتعلق بالأمن، ومن حقكم هو أن تحموا البلدان نتاعكم، فمن حق أيضا الآخرين هو أن يحموا بلدانهم. كيفاش أنت تروح الإنسان تروح للدولة نتاعه وتضربه بحجة هو أنه راه حاب يجي يضربك، وتطلب منه هو باش ما يضربكش؟ كيفاش؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذن المسألة تتعلق بالسيادة، وتتعلق بالحرية، وتتعلق بالعدالة. نهار اللي تكون هذه الدول سيدة، وهذه الشعوب سيدة في الأوطان نتاعها، وتكون هناك الحرية للجميع، وتكون هناك العدالة للجميع، في ذاك النهار يتوقف هذا الإرهاب ويتوقف هذا القتل. لكن مادام هناك الظلم، مادام هناك العنصرية، مادام هناك الكيل بمكيالين، أنتم راكم تدفعوا في الشعوب إلى الهلاك. والآن الصراع من خلال هذه العملية هو موش صراع انت مجموعة ضد مجموعة، وإنما راه رايح يأخذ أبعاد واحدة أخرى. وأنا من هذا المنبر أدعو كل أحرار في العلم على جل باش يتحركوا من أجل وقف هذه الأعمال بأفعال. كيفاش نسميه القتل انت أكثر من 50,000 في ليبيا؟ كيفاش نسميه القتل انت أكثر من 200,000 في الجزائر؟ كيفاش نسميه القتل نتاع الآلاف المؤلفة في أفغانستان، والآلاف المؤلفة في العراق، والآلاف المؤلفة في سوريا؟ أليس هذا إرهاب؟ القتل هو القتل، سواء كان في الجزائر أو في فرنسا. وإذا كان أنتم الناس تدعيوا للحرية،
وتدعيوا للديمقراطية وتقولوا من أن الحرية والديمقراطية مهددة في فرنسا، إذا كان هذا الناس اللي أمنوا بالديمقراطية في الجزائر ويأمنوا بالحرية ويأمنوا بالعدالة ويأمنوا بالتداول السلمي على السلطة في الجزائر وفي سوريا وفي مصر وفي فلسطين، فكمش معترفين بهم وتمنعوا الشعوب اللي تختارهم وفيما بعد تشيطنهم، راكم تقولوا لهذا الناس اللي ما يأمنوش بالعمل السياسي وما يأمنوش بالأفكار تاعهم، راكم تقولوا لهم باللي راكم على الحق، لأنه هذا الناس اللي هم يأمنوا بالحرية ويأمنوا بالديمقراطية ويأمنوا بالتداول السلمي على السلطة تمنعوهم وتزيدوا تدخلوهم للسجون وتعذبوهم وتقتلوهم، راكم تقولوا للناس هذو اللي راهم هازين سلاح راكم على الحق. إذن هذا هو المنطق نتاعكم، الكيل بمكيالين هو اللي راه يقود في هذا الشعوب ويقود في الناس اللي كانوا إلى وقت ما يأمنوش بالعمل المسلح، انتم راكم تدفعوا فيهم بهذه السياسات نتاعكم إلى العمل المسلح. ولهذا لابد من مراجعة هذه السياسات، لابد من التوقف من التدخل في الشؤون نتاع الشعوب. واش راح تدير انت في افغانستان؟ واش راح تدير انت في سوريا؟ واش راح تدير في العراق؟ انتم تتدخلوا في السيادة نتاع الدول وتقولوا للناس، راكم تدفعوا في الناس على جلب باش يجيو لكم، يجيو لكم للماريكان ويجيو لكم للبلجيك ويجيو لكم لفرنسا، اذا انتم اللي راكم تقولوا لهم ارواحوا باش ينقلوا لكم هما الحرب، انتم تنقلوا لهم في الحرب في بلدان تاعهم وتدخلوا لهم في الدول تاعهم هما يجيو لكم يدخلوا في الدول تاعكم. لهذا لابد من وقف هذه السياسات، ولابد من اعلام اللي ينشر في الحقيقة وإعلام اللي ينصف المظلومين وإعلام اللي يوقف ضد هذا المجرمين سواء كانوا في الأنظمة أو كانوا في الشعوب، مش فقط هو أنه توقفوا مع الظلمة وتحاولوا هو أنه تحرفوا في الحقائق وتحرفوا في الأدلة وفيما بعد تجيبوا في العملاء سواء في القنوات الفضائية أو في الصحف وتحاولوا هو أنه ظلوا هذه الشعوب. الشعوب الآن عن طريق الانترنت لم تعودوا تتحكمون فيها، ربما تقدروا تظلوا بعض الناس وتظلوهم إلى بعض الوقت، ولكن ما تقدروش تظلوهم كل الوقت وتظلوا كل الناس، ربما تقدروا تظلوا فئات معينة ولكن ما تقدروش تغلطوا شعوب كاملة. شعوب الآن بدأت تمتلك في الزمام نتاع الأمور تاعها، وهذا الخوف وهذا الرعب هو نتيجة نتاع السياسات نتاعكم الخاطئة. إذن إذا حبيتوا فعلا هو أنه تتوقف هذه الأعمال لابد من تغيير السياسات نتاعكم، لابد من إتاحة الفرصة لهذا الناس اللي ينشروا في الخطاب نتاع الأخوة في الخطاب نتاع التسامح في قنوات فضائية مستقلة وليس القنوات اللي راكم تدعموا فيها بالمال، والناس راها تعرف هذه القنوات لأنها بعيدة كل البعد عن الحقائق. أنا من دعاة المصالحة ومن دعاة الإصلاح وأنادي وأناشد كل الشرفاء وكل الأحرار في العالم وكل رجال الأعمال على جل باش يساهموا في قناة المصالحة، يساهموا في إنشاء هذه القناة اللي راها رايحة فيما بعد تنشر الأخلاق الفضيلة وتنشر الصدق وتنشر الحقائق وتنشر الخطاب اللي يجمع بين الناس، وناشد كل الشرفاء على جل باش يساهموا في إنشاء هذه القناة نتاع المصالحة اللي يكون الخطاب نتاعها إلى التصالح وإلى معالجة هذه المخلفات نتاع الاستعمار ونتاع الاستبداد ونتاع الظلم ونتاع القهر ونتاع العنصرية ونتاع التعذيب ونتاع الإحباط اللي نشرتوه في السجون ونشرتوه في الأحياء. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله.